السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد واقتراح جديد. وان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بتمام الصحه والعافيه. وصفتنا اليوم غنتقاسم معكم طريقتي في تحضير الشيار او البوشيار. كيجي كما شفتوا في الاول ديال الفيديو كله منبل ومهوي ومسفنج وخفيف، واهم شيء انه كيجي لذيذ. غنضيفوا ليه واحد المكون اللي يخلي هذه الوصفه مضمونه وناجحه 100%، وان شاء الله تولي المعتمده عندكم في تحضير هذا البوشيار. وكما شفتوا ممكن تقدموه مع اي حاجه بغيتوا، لانه صراحه هذه الوصفه راه لا يعلى عليها. ان شاء الله غتجربوها وتردوا عليا كيف عجبتكم. واذا عجبتكم الوصفه ما تدخلوش عليا باللايكات والبارطاج هذه الوصفه مع الحبيب والاصدقاء. ونخليكم مع بقيه المراحل باش تعرفوا على الطريقه والمقادير. اذا بسم الله على بركه الله، اول حاجه غنحتاج دقيق الفينو، غنستعمل زلافه ونص، وغنضيف كذلك زلافه ونص ديال الدقيق الابيض، يكون من نوعيه جيده خاصه بالحلويات. وكما كتشوفوا نفس الكميه اللي درنا ديال الفينو ديروها ديال الدقيق، ماشي بالضروره ديروا زلافه ونص، ممكن ديروا جوج زلايف الا بغيتوا تحضروا كميه اكثر او الاكثر. غنضيف هنا خميره الخبز، ملعقه من عمرش، قليل من الملح اللي كيبقى حسب الذوق، وقليل من السكر باش يعطينا داك اللون الاحمر. وهنا المكون اللي قلت لكم غيخلي هذه الوصفه مضمونه وناجحه 100% هو علبه ديال ياغورت طبيعي او لا دانون مهسوس اللي غنضيفوه، كيخلي هذا الشيار ينجح معكم 100%. هنا غنضيفوا الماء الدافئ تدريجيا، ما تضيفوش دقه واحده. الحاجه اللي تخلي هذا الشيار ينجح هو في الاول كنجمعوا العجينه كتكون شويه قاصحه، من بعد كنسرحوها وكنحاولوا ندخلوا ليها كميه اكبر من المياه. القوام ديال هاد العجينه خاص ضروري تجي شويه خفيفه، تكون قريبه للقوام ديال السفنج، ولكن ما تجيش بحال تاني السفنج، يعني ما تجيش خفيفه بزاف. هنا كما كتشوفوا من بعد ما جمعت العجينه ديالنا ومازال قاصحه كنطلقها، ومن بعد كندير معها كميه من الماء الدافئ، وكنعاود نزيد نجمعها حتى نوريكم القوام الاخير اللي خاصني نتحصل عليه. وضروري هاد الشيار نعطيه حقه في الدليك، كل ما دلكتوه كل ما تحصلوا على نتيجه ممتازه بحالو بحال المسمن. اللي ما قدرش انه يدلك، ملي تلقوا العجين تجمعوا العجينه ديالكم شويه خليوها ترتاح واحد 3 دقائق، عاودوا تلقوها ديروا واحد كميه ديال الماء وجمعوها وخليوها ترتاح، وانتم غاديين بحال هكا. وإلا عندكم يعني العجانه راه غتسهل لكم ماموريه. كما كتشوفوا حنا كنستمروا كندخلوا فيها الماء حتى كيبان لكم ان العجينه ديالكم ولات بحال البلاستيك اولا بحال شي لاستيك، كتجبدوها وكتجبد معكم. هنا كنخدموها بهذه الطريقه كما كتشوفوا، كنطلع العجينه الفوق وكنضرب بها يعني الكسريه ولا الاناء اللي كنخدم فيه، نفس الطريقه اللي كنخدموا به العجين ديال السفنج تماما. هنا كما كتشوفوا العجينه ديالنا راها خفيفه وكتلتصق باليدين، غنغطيوها بفيلم اليمونتيغ او لا ببلاستيك ونخليوها تختمر المده الكافيه. البنات خليوها ساعه ونصف ساعه، المهم على حسب حراره الجو. كما شفتوا كميه قليله وانتفخت، تضاعف الحجم ديالها اكثر. وملي كنجبدوا العجينه ديالنا كما شفتوا مورا ما اختمرات راه كتجي كلها على شكل خيوط. هنا كنعرفوا ان العجينه ديالنا خدات حقها الكامل في الاختمار. هنا كنفرغ منها الهواء بطبيعه الحال من بعد ما دهنتي ديا بالزيت، لان هذيك العجينه راه كتجي كتلتصق باليدين. هنا غندهنوا سطح العمل بقليل من الزيت وكنبدا نشكل العجينه ديالنا، كنكوروها. حجم الكويرات نتوما اللي كتحكموا فيه. انا هاد الكميه اللي شتو معايا اللي عجنت معاكم خرجت معايا 6 ديال الخبيزات ديال الشيا بالضبط، وخبيزات يعني متوسطين ماشي كبار بزاف وماشي صغار. المهم كنستمر بطبيعه الحال في التكوار، وكنخليو هنايا العجينه ديالنا ترتاح من با 5 دقائق ونرجع معكم الطريقه. هنا كتعرفوا العجينه ديالكم نجحت هو هاد الفقاعات اللي كيبانوا وكيتكونوا فوق دوك الكويرات. هنا كنعرفوا ان العجينه ديالنا راها ناجحه مزيان، خدمناها في الدليك وخليناها الوقت الكافي في الاختمار. هنا واحد لاستيسو واحد اخر اللي غنتقاسم معكم هنايا، هو كناخذ هنايا ورق الطبخ اللي كندهنوا بالزيت ومزيان، وكنطلق فوق منه هاد الكويره باش كتساعدنا اننا نهزو هذيك الخبيزه ونحطوها في المقلاه، وما كتخسرش معانا نهائيا وما كيخسرش الشكل ديالها. ممكن هاد الطريقه ديروها في المسمن، وممكن ايضا ديروها في البطبوط خصوصا للمبتدئات. هنا ندوزو لطريقه الطياب اللي غنتشارك معاهم، حتى هو مهم باش هاد الشيار ينجح معاكم. كما هنا كنوريكم دوك النبيلات اللي كيتكونوا في الجنيبات، راه صراحه ما نقولش لكم على هاد الطريقه فهي ناجحه. كنسخن المقلاه مزيان مزيان، من الاحسن تكون مقلاه اللي تكون ثقيله بحال المقلاه اللي هما وجديين، ممكن تستعملوا اي مقلاه.
وكنحاول هنايا نقلب ديك الخبيزه بالمساعده ديال ورق الطبخ في وسط هذيك المقلاه من بعد ما درت فيها قليل من الزيت، ومن الفوق كنرش ثاني الزيت، كنتسناوها هكا حتى كطيب وكندوروها على الوجه الاخر. هنا كما كتشوف كدير شويه ديال الزيت، كنقلب دوك الخبيزه وكنحاول نقادها وكنحيد داك ورق الطبخ وكندير شويه الزيت من الفوق، كنقص العافيه نخلي العجينه ديالنا تتنبل مزيان مزيان وتبان لكم طابت من التحت، عاد كنقلبوها. ما تقلبوهاش البنات، لانه الا زدتو قلبتوها قبل ما تكون دوك النبيات غطيب لكم بحال بزبط تماما. حنا هدفنا هما يجيو دوك الفراغات من الداخل بحالها بحال السفنج. هنايا المهم كنحاول كل مره ندورها هكا باش تحمر الماكسيموم من التحت، وكنستمروا بنفس الطريقه البنات. وخذوا هاد النصائح كلها بعين الاعتبار باش لانها مهمه باش نجح معكم هاد الوصفه. وهنا غيبان لكم غير من الجنبات ان هاد الشيا راه مهوي من الداخل وفيه الفراغات بزاف من الداخل، وراه الطريقه واضحه. وصراحه هاد الورق الطبخ راه كيخلي هاد يعني نقلبوها ولا نوضعوها في المقلاه كتجي ساهله، ما كتعذبناش نهائيا، خصوصا البنات اللي ثقيله يديهم او مبتدئات فضروري يعني غتخربق لهم الخبيزه كامله. هنا كنقدموه باش مع اي حاجه بغيتوها. انا قدمته هنا مع الزبده وكذلك قليل من العسل، وكما شفتوا من الجانبات فهو كيجي زوين بزاف ومهوي وفارغ. ونتمنى من كل قلبي انكم تجربوه، واي وحده جربت تنجح معاها نتمنى انها ترجع لينا في التعليق باش تشجع البنات يجربوه. ونتمنى من كل قلبي ان الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم. وراه هذا الفيديو اولا هاد المقاطع ديال الفيديو الاخيره كتبان لكم شحال كيجي خفيف خفيف وكيجي زوين وناجح. وهنا وصلت النهايه ديال الفيديو، نتمنى من كل قلبي ان الفيديو ديال اليوم توصلوه اكبر عدد ممكن من اللايكات، ويلي عجبكم الفيديو او عفوا القناه اشتركوا فيها وفعلوا جرس التنبيهات باش توصلوا كل جديد، لان الاكثريه ديال البنات ما كيوصلوهمش الفيديوهات ديولي. السبب هو ان هذاك جرس ديال التنبيهات ما مفعلش، ضغطوا عليها البنات على ذاك الجرس حتى كيولي كري وكيولي عنده بحال جوج ودينات. هنا كتعرفوا ان يعني ان الجرس راه تفعل، واي حاجه ولا اي فيديو حطيته في القناه فغيوصلكم. ولا عندكم اي استفسار او لاي سؤال ولا اي حاجه ما فهمتوها خليوها لي في التعليق ان شاء الله غنجاوبكم. ونخليكم الى وصفه والى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.